صباح الامل، ان شاء الله يوم جديد عليكم جميعا. يوم الخميس 8 مارس 2012 هنبتدي معاكم النهارده كالعاده عرض صحافه القاهره، وهنروح اليوم السابع ونشوف ايه اهم الانشطات اللي تصدرت الصفحه الاولى واهتمت بيها اليوم السابع. في البدايه حوار الدكتور علي السامي نائب رئيس الوزراء السابق بيتكلم فيه عن اكتر من موضوع، يمكن تفاصيل حوارها تكون بكره، لكن بشكل عام قال فيه اتوقع ان يتدخل الجيش لحمايه مدنيه الدوله في الدستور، وتصريحات عنان حول الخط الاحمر تؤكد ان انفراد تيار معين بوضع الدستور يجعله مشوها. التفاصيل هتكون في عدد بكره ان شاء الله يوم الجمعه 9 مارس. على الجانب الاخر في اليوم السابع كمان تاسيسيه الدستور والجدل الحاصل حولها، شباب الثوره يدعون لمليونيه تاسيسيه الدستور، والاخوان تقترح الدكتور احمد زويل وانديل والويدي والغلياني ومكي وغنيم للجمعيه، وكمان 6 ابريل بتطالب بان تكون وثيقه الازهر مرجعيه. يمكن اهم التفاصيل الخاصه بالجزئيه دي انه قيادات حزب الحريه والعداله بيديرون حاليا اتصالات مع عدد من القوى السياسيه المتمثله تحت قبه البرلمان، وده لايجاد نوع من التوافق حول نسبه تمثيل نواب مجلسي الشعب والشورى في الجمعيه التاسيسيه لوضع الدستور. وكمان اقترحوا 20 شخصيه عامه للانضمام للجمعيه التاسيسيه، في مقدمتهم الدكتور احمد زويل ومحمد غنيم ووائل غنيم وحمدي قنديل وفهمي هويدي وحسام الغبياني وتهاني الجبالي واحمد مكي وزكريا عبد العزيز. التفاصيل طبعا موجوده في صفحه 7 في عدد النهارده من اليوم السابع. كمان الدكتوره فايزه ابو النجا رئيس المجلس العسكري وحده يملك تعليم الحكومه. وعلى الجانب الاخر الحريه والعداله بيضع خطه سحب الثقه من الجنزولي خلال 72 ساعه. وكمان منصور حسن يعلن ترشحه للرئاسه، وماراثون الانتخابات هيبتدي يوم السبت. نائب رئيس حزب الوفد بيؤكد هناك اتجاه لدعم عمرو موسى. وعلى الجانب الاخر كمان حكم غيابي بحبس اسماء محفوظ سنه، والنائب العام يحيل بلاغات ضد يسري فوده وابو العز الحريري ودياب العليمي الى القضاء العسكري. وما زلنا في اليوم السابع، والمحكمه العسكريه بتقرر اعدام 2 والمؤبد 3 في قضيه ضابط شرطه، ضابط جيش في قتل ضابط جيش. وجنايات القاهره بتبرئ السني وضابطين من قتل متظاهري الزاويه الحمراء. كمان عدد النهارده في اليوم السابع في مفاجاه، محمد ابراهيم سليمان يصدر كتابا من سجنه يزعم فيه انه كان معارضا لمبارك. واخيرا ما زلنا في اليوم السابع بنتابع ونواصل ملف حدود مصر اطراف بلا حياه، 12 عاما من الوعود الوهميه و13 مشروعا معطلا في الوادي الجديد. يمكن ده اهم الموضوعات الموجوده النهارده والملفات في اليوم السابع. نروح لقراءه اخرى في المصري اليوم، وتهاني الجبالي بتؤكد مناقشات الدستور عنوانها الفوضى، ورامي جلال عامر يكتب عن ابي اتكلم. وسباق الرئاسة هيشتعل قبل انطلاقه ب 48 ساعة. منصور حسن يعلن ترشحه رسميا، وحزب الوفد يدعم عمرو موسى، ودكتور عبد المنعم أبو الفتوح يحذر من تعرض الانتخابات للعبث، وحبيب الجماعة ذبحتهم. يمكن كان في امبارح مؤتمر للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وحضره نائب المرشد السابق محمد الدكتور محمد حبيب، قال فيه انه هيدعم الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح لانه اقوى المرشحين حتى الان، وده من وجهه نظره. قال كمان خلال ندوه اسيوط امبارح ان الاخوان ذبحوه عندما فصلوه من الجماعه بسبب اختلافه معهم سياسيا، ولكنهم سيدعمونه اذا راوا ان كفته راجحه. يمكن تصريحات مثيره من الدكتور محمد حبيب نائب المرشد السابق. وكمان الحمى القلعية بتنتشر في المحافظات، والدجاج يدخل دائرة الخطر، والحكومة بتعتمد 11 إجراء لاحتواء انتشار المرض. على الجانب الآخر حصريا على صفحات المصري اليوم، وثائق ستراند فاور بتكشف أسرار اقتحام السفارة الإسرائيلية ودور مصر في المظاهرات العربية. كمان داخل نفس الوثائق المشير قنطاوي تجاهل اتصالات اسرائيل اثناء ازمه السفاره، ورفض دخول قذافي الى القاهره.
والسعودية تلقت تأكيدات من المجلس العسكري بعدم إجلال مبارك ورهنت المساعدات بحسن معاملته. يمكن كلام مثير، تفاصيله موجودة في صفحة 9 في المصري اليوم عدد النهاردة 8 مارس. كمان المجلس الاستشاري بيقرر البقاء حتى نهاية المرحلة الانتقالية وتكليف الدكتور عبد العزيز حجازي رئيس وزراء مصر الأسبق بإعداد قانون الجمعيات الأهلية. كان ده أهم الموضوعات والملفات أيضا في مصر اليوم. نروح معاكم للأخبار، وأهم مانشيت تصدر الأخبار النهاردة: الإخوان يتراجعون عن الحكومة الائتلافية. زعيم الأغلبية بالشورى: سحب الثقة يستغرق وقتا والرئيس الجديد سيشكل الحكومة، والقرار النهائي في رؤساء التحرير لم يتخذ، والصحف القومية مملوكة للشعب لا لحزب أغلبية. كمان الأخبار دايما مهتمة بملف مرشحي الرئاسة. منصور حسن بيعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة، والمرشح بيقول: اتخذت قراري بعد تشاور مع القوى السياسية والثورية وأرفض فرض مرشح على الشعب. والحرية والعدالة: سنعلن موقفنا من دعم أي مرشح بعد غلق باب الترشح. على الجانب الآخر، يعني أخبار مبشرة من الأخبار النهاردة من جريدة الأخبار: انفراج أزمة البوتاجاز بعد طرح 1,250,000 أسطوانة وصرف الحوافز المتأخرة للعاملين في السكك الحديدية. وكمان دراسة خلال شهر: الثانوية العامة سنة واحدة. ومتابعة لقضية التمويل الأجنبي بعد سفر الأمريكان: اليوم بدأ محاكمة 43 متهما في قضية التمويل الأجنبي، والمشير يأمر بتعويض المضارين عن نفوق ماشيتهم. ووزير الزراعة بيؤكد الحصر يؤكد خسارة حوالي 612 رأسا بسبب الحمى القلعية. وكمان متابعات وحوارات في جريدة الأخبار: العالم الدكتور مصطفى السيد: مصر تستحق دستورا جديدا وعصريا يشارك فيه كل أطياف المجتمع. والدكتور عبد الله الأشعل المرشح المحتمل للرئاسة بيقول: صورة الرئيس الجديد لن تعلق في الشوارع. وأخيرا في جريدة الأخبار: رحيل الفريق حسن أبو سعدة بطل الفرقة الثانية في حرب أكتوبر. كمان بنتابع معاكم العادة ونص كلمة للأستاذ الكبير الساخر الأستاذ أحمد رجب، يمكن قال فيها النهاردة كلام مهمة العادة وساخر أيضا في العادة. انفجار ماسورة شبرا زمان كان بابا ثابتا في الصحف مثل عروس اليوم والجو اليوم، ثم حل محلها في الصحف تفكير خط الغاز إلى الأردن وإسرائيل 18 مرة ولسه. وأصبحت نفقات إصلاحه في كل مرة تدخل في نطاق الخسائر لا المكسب من الغاز نفسه. والواقع أن وجود هذا الخط في فراغ صحراوي من عيون موسى إلى طابة يغري بتدميره، والحمد لله ما دام يذهب إلى إسرائيل. وكان يجب من البداية فصل مواسير الأردن ومدها تحت خط مياه خليج العقبة، والإبقاء أيضا على مواسير إسرائيل في الصحراء لأداء فريضة دربة. وكده دينا يكون انتهى عرض صحافة القاهرة النهاردة يوم الخميس 8 مارس 2012. استنونا دايما لمتابعة أهم وآخر الأخبار، واليوم